صباحكم خير. النهاردة في حلقة الجمعة الحقيقة وكالعادة، إذا كانت الهدف الأساسي والرئيس من الحوارات ومن البرامج ومن الأفكار هو أننا نتكلم عن الموضوعات اللي تخص الناس وتهم الناس، هاي النهاردة احنا مبسوطين شوية زيادة، ومبسوطين أنه كلامنا النهاردة عن حوار ذو طبيعة خاصة جدا. علمونا زمان شوية حاجات صح كتير، شوية حاجات غلط أحيانا. من ضمن الحاجات الغلط اللي في أجيال كده تربت وتعلمتها إنه بس ما تتكلمش، ما تسألش، ما تفكرش، احفظ، اكتب اللي انت حافظه وانت ساكت. فاكرين كل الحاجات اللي كانت بتتقال لأجيال سبقتنا، وأحيانا كانت بتقال لجيلنا إحنا، يعني بعضنا تربى كمان بالطريقة دي، لكن معظم الناس، معظم اللي بيسمعني النهاردة هيكون بيقول مش عايزة أعلم ولادي كده. الخلاصة يعني إن كل اللي تربى وتعلم على فكرة بس ما تحاورش وما تسألش وما تتكلمش واعمل وانت ساكت، ندم ندم شديد جدا، لأنه اكتشفنا إن دي أسوأ طريقة لإدارة أي شيء، حتى التربية. حتى لو كنت انت أحسن شخص في الدنيا، لو أدرت أي كيان أو بيت أو مؤسسة أو مجموعة من أطفال بالطريقة دي في الأغلب بتخسر. عشان كده إحنا كلنا حسينا بسعادة كبيرة جدا، وحسينا أن طول الوقت في أمل كبير جدا أنه إذا كان هناك أبواب مفتوحة للحوار وللكلام، فهي أبواب لفايدة مشتركة لجميع الأطراف. أولا للطرف المتحاور معه، أنا كمواطن هنسمع وحضرتك هتسمع وكلنا هنسمع عن كلام عن الحوار الوطني. من ساعة ما سيادة الرئيس أعلن عن إطلاق مجموعة من القرارات كانت يعني عظيمة ومغيرة جدا في أثناء حفل الإفطار السنة دي اللي كان في مايو، يعني من شهرين فاتوا أو من شهر فات، لكن الحقيقة أنه إطلاق الحديث عن حوار وطني مصري كان في حد ذاته واحدة من أهم الحاجات اللي فرقت مع من يقرأ بين السطور. يعني إيه الدولة تقولك في حوار وطني؟ يعني إيه الدولة تقولك عايزين نسمع كل الناس تتكلم؟ أولاً كان أول ردود الفعل إنه بعض الناس قالت مين ولا مين؟ هتسمعوا لمين ولا مين؟ إيه الحوار الوطني اللي يقدر يتسع لكل الآراء ولكل الكلام اللي في الشارع؟ وما هي جدوى الحوار الوطني؟ بالمناسبة دي أسئلة مشروعة جداً، لكن خلينا في البداية النهاردة على مدار الحلقة هنسأل كل الأسئلة دي، لكن خلينا النهاردة نقول قد إيه عظيم إننا نتحاور. الحوار معناه إننا أولاً هنشوف بعض، هنشوف بعض من كل التيارات ومن كل الأفكار ومن كل الرؤى، ونسمع اللي مبسوط مبسوط ليه، واللي زعلان زعلان إيه، واللي عنده فكرة يا ترى عنده فكرة مبنية على معلومة، واللي عنده اعتراض يا ترى اعتراضه ده ممكن يفيد في تغيير الأمور. الكل كسبان، إحنا بكلامنا عن الحوار الوطني إحنا مؤمنين كده، من وإحنا بنقول يعني بسم الله إحنا مؤمنين إننا كلنا كسبانين. اللي بيدير الحوار أكيد بيكسب، وإذا قلنا إنه إدارة الحوار الدولة هي اللي عندها رؤية وإرادة سياسية لإدارة حوار وطني، فالدولة بتكسب على طول الخط بالحوار الوطني. بنكسب إننا بنسمع بعض، بنكسب إننا بندي الأمان لبعض، إنه مفيش حد فينا وحش، ومفيش حد فينا كاره، ومفيش حد فينا بره الدايرة بتاعة الحوار الوطني. بنكسب طبعا إذا كنا بنجيد اختيار طريقة إدارة الحوار. بالمناسبة الحوار الوطني في توصيفه كده لازم يدار على منصات كتير، يعني المجالس النيابية لها جزء من الحوار الوطني، الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة والمعارضة لازم تكون على مائدة الحوار الوطني، الإعلام هيكون ليه جزء كبير في الحوار الوطني، وهكذا. عايزين حوار حقيقي في كل مكان في مصر وفي كل مائدة صنع قرار في مصر، عشان نقول إحنا نقبل الآراء، الدولة تحب تسمع من كل الأطراف اللي تضيف. إحنا بنتكلم عن إضافة حقيقية للجبهة الداخلية الوطنية وتقوية حقيقية. إذا كنا لو تفتكروا حضراتكم دايماً لما بنتكلم عن المؤتمرات الوطنية للشباب كان بنفس القياس، كان الناس تقول لك ده وإيه فايدتها، هو اللي بيحضروا بس هم اللي بيستفيدوا. الحقيقة حضرتك ما تقدرش تتخيل قد إيه كانوا مجموعات الشباب، الآلاف من الشباب اللي بتحضر بتستفيد تاني زي ما بقول لحضراتكم أننا بنشوف بعض، وأنه طول الوقت أنت عدو من لم تراه ومن لم تتحدث معه. أول ما بنتكلم مع بعض إحنا بنبقى في جبهة واحدة.
فكره انه في معارضه كنا مش قادرين نوصل لها او هي مش قادره توصل للدوله، مش قادره توصل صوتها، دي حاجه اعتقد انها واحده من المكاسب الحقيقيه اللي يحسها جدا الاحزاب السياسيه المصريه، اللي تلاقي حاله من الانتعاش ومن قبل ما يتم الاعلان عن اليه الحوار الوطني والحوارات شغاله، تحضير وترتيب افكار وترتيب اوراق واستعاده الدور والمكانه. الحزب دي حاجه عظيمه جدا بالمناسبه، وجود احزاب قويه دي حاجه تقول لك اننا بخير جدا، وان كل الكيانات اللي عندك في البلد ممكن تكون بتشتغل لفائده وخير البلد دي. طيب اختيارات بقى إدارة الحوار الوطني، وهي مهمة أعتقد أنها من المهمات الأصعب على طول الخط، في صدى إيجابي عظيم جدا لاختيار قيادة إدارة الحوار. الأحزاب المصرية مجتمعة بعد إصدار قرار من الأكاديمية أو بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب، معظمها أو كل الأحزاب الوطنية بدأنا كده بتوافق حقيقي على شخصية وطنية مصرية، هو الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين كمنسق عام للحوار الوطني. الأحزاب اللي أعلنت بيانات هذا التثمين وهذا الترحيب بالأستاذ ضياء رشوان: حزب مستقبل وطن، حزب إرادة جيل، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب المصريين الأحرار، الأحرار الدستوريين، حزب الإصلاح والنهضة، وحزب التجمع، حزب المؤتمر، وحزب العدل، والعديد من الأحزاب اللي كلها قالت خير، إحنا جاهزين، إحنا موجودين، وإحنا على مائدة الحوار إذا دعينا لذلك، وجميع الأحزاب مدعوة لذلك. خلونا نمسي على سيادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك سيادة النائب. أستاذة دينا، إزي حضرتك؟ أهلا بسيادتك. أهلا بيك. إحنا في كلامنا عن الحوار الوطني مدركين تماما أنه الأحزاب السياسية المصرية هم فاعل رئيس في هذا الحوار. كلمني عن استقبالكم أولا للحوار الوطني من أول قرار الرئيس بالإعلان عن الحوار الوطني، وحتى تنسيق وجود الأستاذ ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والمستشار محمود فوزي كأمين عام لتفاصيل الإدارية الكتير. الحقيقه انا بس في البدايه احب اشكر حضرتك على المقدمه المحترمه اللي حضرتك قلتيها، لانها لمت كل الاتجاهات ولمت كل المحاور اللي ممكن نتكلم فيها عن الحوار الوطني. الحوار الوطني ابتدى بالفعل من اول ما سياده الرئيس اعلن عنه في افطار الاسره المصريه. الحوار الوطني هو زي ما حضرتك قلتي مجموعه من الناس بنتبادل افكار او بنتكلم حتى نعرف بعض، يعني اتكلم عشان اعرفك. تكلم حتى أراك، صح؟ بالضبط يا فندم. الحوار الوطني لكل الأطياف، لكل الفئات، كل الأحزاب. الرئيس قال الحوار لا يفسد للوطن قضية. ده كلام كبير، معناه إن إحنا لازم نتحاور من أجل الوطن، مش من أجل الاختلاف أو من أجل إظهار القوة أو غيره. بالعكس، إحنا عايزين نتكلم من أجل المواطن، من أجل مستقبل بلدنا، من أجل استمرار التنمية، من اجل ان احنا نوضح ان احنا مش منقع عن العالم. الحوار الوطني بيشمل كل المحاور اللي ممكن نتكلم فيها في حياتنا اليوميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده عنوان مهم جدا، واعتقد انه الحديث عن المحور الاقتصادي ده اكيد جزء رئيس. وسياده الرئيس لما كان بيطلق اصلا الحوار الوطني يتكلم عن مشاركه حقيقيه وتغيير حقيقي في شكل الاقتصاد المصري، في وجود القطاع الخاص، يعني حتى ذكر الرغبة في التغيير والرغبة في الاستماع لأفكار جديدة حتى فيما يخص الاقتصاد المصري هي بالتأكيد واحدة من المحاور المهمة جدا. احنا معانا كمان الأستاذ وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة. مساء الخير أستاذ وليد. أهلا مساء الخير أستاذ وليد. الأحزاب على اختلاف رؤاها واختلاف توجهاتها، الكل مرحب بحوار وطني. في وجهة نظر حضرتك، إيه اللي كان ناقصنا ما بيحصلش من خلال المجالس النيابية والعمل الحزبي والعمل العام اللي موجودة على مدار السنة، وإيه اللي حضرتك متوقعه من الحوار الوطني؟ والله يعني أنا عايز أبتدي نقطة حضرتك. يعني أولا إن إحنا بداية الحوار الوطني ده مش معناه إن إحنا في أزمة، بالعكس ده دليل على قوة الدولة، وإن الدولة ابتدت كمان تنظر إلى استكمال العملية السياسية في مصر. وجود أحزاب
موجودة، وجود أحزاب موالية، وجود المعارضة على الأرض، ده هيدي قوة لمصر، هيدينا قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة في كل حاجة، إن إحنا نستكمل العملية السياسية في مصر. ومفيش حد بينجح حضرتك لو هو بيتكلم لوحده، لازم يكون في النهاردة حضرتك بتعرضي وجهة نظر، ويكون في وجهة نظر أخرى. ده حقيقي. فده يعني ده شكر كده للدولة بداية، وشكر سيادة الرئيس طبعا ان هو ادى الفرصة للحوار الوطني اللي موجود، وهو حوار ان شاء الله هيكون حقيقي نسمع لبعض فيه. ودي اهم نقطة في الحوار الوطني، ان لا يكون انا عندي اجندة ولا المعارض عنده اجندة لا انا اعترض، لا احنا عايزين يبقى فيه ان احنا نعرف نتكلم مع بعض، نعرف نسمع بعض، وينتهي الموضوع ان احنا نطلع بنتائج قدام الشعب ويشوفها الشعب، ويشوف الوجهتين النظر، وجهة النظر الموالية ووجهة النظر المعارضة، والشعب عليه يقرر ويشوف، واخد بال حضرتك؟ فده يعني احنا شايفين ان دي فرصة يعني مش هتتاح كتير، ولكن فرصة جت النهاردة ان احنا نبقى عندنا عملية سياسية متكاملة في مصر. طبعا دكتور وليد، انا كمان عايز اسال، بالتاكيد كل حزب عنده اجنده اولويات، طبعا حضرتك ايه الحاجه اللي حضرتك تسميها رقم واحد في اولويات حزب مصر الحديثه على مائده الحوار الوطني؟ والله بصي حضرتك، حزب مصر الحديثه بيقترح ثلاث محاور. ليه؟ لان احنا لو اخذنا المحاور كلها حضرتك واتكلمنا في كل شيء ممكن ما نوصلش لحاجه خالص، انما احنا عايزين ناخد محاور أساسية اللي من بعدها نقدر نستكمل في المحاور الأخرى، وهي الأول المحور السياسي حضرتك. لازم إن إحنا النهاردة نتحاور سياسيًا عشان نعرف بعض، نعرف بعض الموالي والمعارض والأحزاب المختلفة تعرف بعض، والقوى السياسية تعرف بعضها، فلازم يكون في إن إحنا نتفق على طريقة حوار وطريقة مبادئ، طريق كده خريطة طريق للحياة السياسية في مصر. فالنهاردة موضوع حضرتك ان احنا يكون عندنا محور سياسي، ده نقطة اساسية. بعديها حضرتك في نفس التوقيت ومستكمل بيها المحور الاقتصادي، لازم يكون عندنا محور اقتصادي حضرتك محترم ننتهي بيه كاقتراح حزب مصر الحديثة، ان احنا نصل الى يكون عندنا مجموعة مكونة من المعارضة ومن الاحزاب الموالية ومن الشخصيات في مصر كلها، ان يبقى في زي لجنة اقتصادية في مصر تضع خطة اقتصادية لمصر مدة 10 سنين قدام. بالظبط. واخدة بال حضرتك؟ أنا بشكرك. وبالتأكيد هو في، هو كلام حضرتك مهم. ليه؟ لأنه ما هو في مفكرين اقتصاديين وفي أساتذة. بالظبط. وفي ناس شغال، فهي القصة إنه كمان نستمع لمزيد من الآراء، لأنه قد يكون هناك ما يصنع تغيير حقيقي زي ما حضرتك، سواء كان حضرتك موالي أو معارض، أو حتى بالزبط. حضرتك خبرات أجنبية كمان تقدر إنها تدعم القرارات دي، وده هيساعد حضرتك في ان احنا نزود استثمارنا داخليا وخارجيا. بالتأكيد. فبالتالي احنا محتاجين حضرتك اقتصاد، ومحتاجين كمان حضرتك محور اعلامي اللي هيقدر يخدم على كل ده. غير كده حضرتك دول نبتدي بيهم كفايه طبعا، والتركيز على الثلاث نقط دي مهمه جدا. انما هنفضل نتكلم في كل شيء مستحيل. مستحيل حضرتك في بلد في العالم هتقدر تفتح كل الملفات في وقت واحد. بالتأكيد. احنا عايزين نصل لحاجه حضرتك ان أنا شاء بشكر. الله هيبقى في حوار هايل، وان شاء الله نصل لشيء محترم باذن الله ان شاء الله. دكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثه، والكلام عن المجال العام والسياسه، الاقتصاد والاعلام، والطرح الاعلامي لكل هذه الموضوعات. بالمناسبه دايما هتلاقوا كده انه الشخصيات الحزبيه تتكلم عن اهميه وجود المعارضه. بالمناسبه حتى الاحزاب المؤيدة للسلطة هتلاقي بتتكلم عن أهمية المعارضة، لأنه ببساطة جدا أنت مهما كنت شخص عظيم ومهم وشاطر وبتعمل شغل حلو، وده اللي احنا شايفينه في مصر، كل الشغل الجميل الحلو تلاقي نفسك مبسوط جدا بيه، وعندك وجهة نظر، فرحان بإنجاز حصل، وعندك أسئلة، هو ده ليه حصل كده؟ هو ليه ما حصلش كذا؟ السؤال ده بقى هو شغلة المعارضة، ليه حصل بالطريقة دي؟ وليه ما حصلش بالطريقة التانية؟ وليه ما حصلش زي ما أنا قريت على الفيسبوك؟ وليه ما حصلش زي ما الناس برة مصر بيقولوا؟ وليه بيقولوا علينا كذا؟ كل الأسئلة دي إذا طرحت خارج مائدة وطنية تبقى خطر، لكن لو طرحت في مائدة المحبين أو مائدة وطنية داخلية، جبهة داخلية حقيقية، تبقى أنت بتعمل تقدم حقيقي في الحياة السياسية في مصر،
واحنا منتظرين ده. ان شاء الله فقرتنا الرئيسيه النهارده هتكون عن الحوار الوطني وكل اسئلتنا. احنا نستقبل كمان من حضراتكم لو عندكم اي تساؤلات عن الحوار الوطني اللي بيحصل فيه على صفحه البرنامج التاسعه، وهنكمل مع حضراتكم بعد فاصل قصير. مساءكم خير. الوطن يريد أن يستمع، ودي حاجة تحرك إيجابي وحقيقي حصل وتم الإعلان عنه أثناء إفطار الأسرة المصرية، وتم العمل عليه على مدار الشهر أو أكتر من شهر اللي فاتوا من أجل تنسيق آلية حقيقية. لكن في حاجة كمان بقى تم الإعلان عنها خلال الفترة اللي فاتت، وهي ملف القضايا المحتجزين في قضايا الرأي أو ملف الحريات، وتم التحرك فيه بسرعة يعني مشهود لها. عن القضيتين دول احنا الحقيقة سعداء ان معانا الأستاذ أو سيادة النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي. مساءك خير ومساءك حوار إيجابي مثمر دائما. مساء الخيرات دكتورة دينا، تحياتي لحضرتك، ودايما الحوار مع حضرتك كله إيجابية ودايما بيرسم الطريق لغد كله إيجابية إن شاء الله. بشكرك سيادة النائب. عايز أسألك عن نقطتين، يعني أنت حضرتك منوط بيهم بشكل كبير جدا. هو أولهم لجنة العفو الرئاسي والتحرك السريع اللي حصل فيها. سؤالي عشان انطباعات الناس والناس اللي على الأرض لمست، يمكن تكون أسر هؤلاء اللي كانوا محتجزين في بعض أو على ذمة بعض القضايا، لكن في نطاق أوسع الناس مش قادرة تدرك أهمية هذا الملف. نفسي توصف لنا كده على مدار شهر ونص اللي فات اللي تحقق من مكتسبات لأسر هؤلاء المصريين، وفي نطاق تاني كمان على بشكل أوسع تأثيره على الحياة السياسية في مصر. الحقيقة أنه بتكمن أهمية هذا الملف في رأيي لأنه في عمق العمق بيؤسس لفكرة التسامح في المجتمع، وكيف للسيد الرئيس ان يستخدم صلاحياته الدستوريه في اصدار قرارات عفو بالنسبه لشباب محبوسين في قضايا ذات خلفيه متعلقه بالراي والتعبير، ليرسي حاله من التسامح داخل المجتمع ويعطي لكافه الاطراف رسائل من الارتياح في اداء العمل العام والقدره على ان يكون هذه الاجراءات يعني اساس يبنى عليه حاله الحوار الوطني التي تدور الآن. فأنا بعتقد أنه عمل لجنة العفو وما صدر عنها خلال الفترة الماضية وما هو مأمول خلال الفترة المقبلة من صدور قرارات عفو رئاسي والقدرة على مساعدة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع وامتداد ملف عمل اللجنة ليشمل الغارمين والغارمات، هي كلها معبرات عن الحالة اللي بنعيشها الآن بعد عدة إجراءات سبقتها بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تناولته من خارطة طريق واضحة لإرساء يعني نجاحات في المجال الحقوقي واتخاذ خطوات أكثر قدرة على تنمية المجال الحقوقي والسياسي في مصر. إضافة لده إعادة تشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان، إلغاء حالة الطوارئ، كل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كل دي إجراءات بترسي لمناخ جديد وحالة جديدة نعيشها الآن. وبالأساس بقى هنا ننتقل لحالة الحوار اللي بعتقد لجنة العفو هي جزء أساسي منها. بالظبط، وده سؤالي كمان إنه المرور، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا إنك مريت بينا على مراحل كتير سبقت الحوار الوطني أو مهدت لي. فبالتالي سؤالنا الحقيقة المنطقي جدا، ايه آلية او ضمانات نجاح الحوار الوطني اذا لخصناها في جملة انه ننجح في الحوار الوطني اذا عملنا ايه في وجهة نظر حضرتك؟ لانه عندنا عشرات من الموضوعات، في رأي حضرتك التركيز على اولويات محددة ممكن يكون ليه تأثير افضل؟ انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لان هذا هو السؤال الاهم. الحقيقة نجاح الحوار الوطني مرهون بتوفر الإرادة لدى كل الأطراف بنجاح هذا الحوار، والحقيقة أن التاريخ سيراقب جميع الأطراف في مواقفهم،
وسيحاسب من كان يسعى لهذا الحوار، من هو منفتح على هذا الحوار، من يعني ليس لديه نفس المساحات من الانفتاح أو السعي نحو نجاح هذا الحوار. فالتاريخ سيراقب وسيحاسب، لأنه دي لحظات فارقة في تاريخنا. الحوار هو بالأساس هدفه أن يرسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل. البعض وصف حتى هذا الحوار الوطني بأنه عقد اجتماعي جديد بيرسم خطوات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجديدة، وبالتالي يجب أن تتوفر الإرادة لدى كل الأطراف في نجاح هذا الحوار، وبالتالي هذه مسؤولية على الجميع. فهذا الحوار الوطني الشامل من رأيي سيشمل قضايا سياسية ممتدة ل يعني ما يتصل بعمل لجنة العفو على سبيل المثال، مسائل مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وتعديلاته وبدلاته، أيضا سيمتد لتنمية الحياة الحزبية وتدعيمها وتقويتها، سيمتد للقدرة على اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية تصب بشكل أكبر في صالح الملف السياسي بشكل عام والملف الحقوقي. على صعيد الجانب الاقتصادي احنا عندنا تحديات كبرى مرت بها الدولة المصرية. السيد الرئيس وجه التحية للشعب المصري اللي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعب، وما زال امامنا طريق طويل حتى نستطيع ان نستمر في ظل التحديات اللي بتواجهنا، في ظل حتى الازمه الروسيه الاوكرانيه، في ظل الخروج من جائحه كورونا. على الجانب الاجتماعي عندنا قضايا اخرى زي موضوع قانون الاحوال الشخصيه، زي مسائل متعلقه بالعنف الاسري وبعض الجرائم اللي ابتدت تظهر على السطح ولم يعرفها المجتمع المصري من قبل. وبالتالي القضايا كثيره وممتده، والمخرجات ستكون خارطة طريق لنا جميعا بأن تتحول هذه المخرجات إلى حزمة قرارات تنفيذية وإلى حزمة تشريعات نعمل عليها جميعا حتى نستطيع أن نستشرف مستقبل أفضل في مختلف المناحي. بشكرك شكرا جزيلا. إذن قنوات الحوار الوطني هي كمان من ضمانات النجاح بحسب يعني الحديث المرتب جدا لسيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي في الحديث عن الأولويات. هتلاقي حضرتك كده أنه كلام سيادة النائب بيقولك أنه إحنا عندنا قضايا أصلا بيتم مناقشتها بالمناسبة في مجلس النواب بطبيعة الحال، يعني القضايا اللي تخص الأحوال الشخصية والقضايا اللي تخص الاقتصاد كل دي بيتم فعلا مناقشتها في مجلس النواب. طب أنا ليه محتاج لحوار وطني؟ عشان نوسع دايرة المناقشة، نوسع دايرة المخرجات والاحتمالات والممكن. كل ما يكون عندك حوار يبقى يعني كأنه عقد كده طبيعي، أنت بتمضي على عقد إنك موافق تتحرك خطوة من مكانك إذا دخلت حوار، لو مش عايز تتحرك من مكانك ما تدخلش حوار. فبالتالي أولى اشتراطات الحوار الوطني إن يكون الجميع مستعد للتحرك خطوة من مكانه، المعارضة مستعدة تتحرك خطوة ناحية فهم، مش لازم تتنازل عن يعني قدرتها على المعارضة، أو دايما المعارضة يحبوا يسموا نفسهم كده أنياب المعارضة، لا أبدا، لكن تتحرك نحو فهم حقيقي لمنطقية الأسباب. الدولة لازم يكون عندها استعداد أنها تتحرك خطوة ناحية الرأي الآخر اللي بيقول أنه في طريقة تانية لتسيير الأمور في كذا وكذا وكذا. عشان كده تاني قنوات الحوار الوطني هي الحياة أو الأحزاب السياسية العامة والمشاركة الوطنية والمجتمعية وكل رموز المجتمع. مش ممكن أنه يقتصر الحوار على المجالس النيابية فقط، إذا المجالس النيابية الحياة السياسية العامة والمؤثرين والمفكرين في المجتمع، وكمان الإعلام هيكون له دور حقيقي في إدارة هذا الحوار. ودي أسئلتنا بعد ما نرجع من فاصل قصير ونكمل مع حضراتكم. مساءكم خير. قبل ما نتكلم في الجد والكلام العميق بتاع تغيير العالم، احنا عايزين نغير حاجات بسيطة كده في حياتنا، من ضمنها ان في وعي حقيقي بالبساطة والأكل الصحي، والناس بقت بتركز قوي في الحكاية دي، وبالتالي لما تجيب سيرة أكل صحي يعني عاوزين ناكل خضار أكتر وفاكهة أكتر. وفي الحر العظيم اللي احنا فيه لما بنقول فاكهة في الصيف ما حدش فينا بيجي في باله غير البطيخة الحلوة بتاعت الحر اللي في الصيف،
والسنه دي الحمد لله كل حاجه اسعارها زادت ما عدا البطيخ اسعاره قلت، لكن رغم الجمال واللطافه واللذاذه والطعم الحلو بتاعه الفاكهه في مصر الا انه في كل صيف تلاقي كده في اول الصيف شويه شكاوي عن نزلات معويه، الحق مش عارف ايه في مشكله. ومن اشهر الحاجات المرتبطه بالموضوع ده، نزلات معويه مرتبطه ببعض انواع الفواكه، هي الخوخ والبطيخ. للسنه الثانيه يمكن على التوالي نسمع فكره انه نزلات معويه في بدايه الصيف وفي بدايه الاقبال على فاكهه عظيمه ومحبوبه زي الفاكهتين دول. وزارة الزراعة طبعا استجابت وسمعت للشكاوي الكثير عن الخوخ والبطيخ. طب في ايه؟ ما احنا يعني اكيد في سبب او في حاجة سببت هذه الشكاوي، رغم على الجانب الاخر زي ما بقول لحضراتكم في حالة من الإشادة العظيمة بان منتج البطيخ السنة دي رائع ومتاح وسعره كويس. احنا معانا على تليفون دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، ممكن يقول لنا التفصيله دي، النزلات المعويه المرتبطه بالبطيخ والخوخ السنه دي هل ليها سبب يخص زراعه هذه الفاكهه او تلوث معين، ولا دي شكاوى مرتبطه بامر اخر، وهي نسب الحالات دي قد ايه؟ دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ربنا يخليكي. احنا محتاجين نفهم كده موضوع الخوخ والبطيخ وازاي اختار الفاكهه تكون سليمه واتجنب اي اثار جانبيه ممكن تحصل لي بسبب فاكهه تكون مش مظبوطه او باظت من الحر مثلا فسببت لي ازمات. يعني نصيحه حضرتك ايه في شراء الفاكهه تحديدا الخوخ والبطيخ السنه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه. موضوع الخوخ او البطيخ انا بعتبره حاله أكتر منه شكوى أو إن في منتج معين الناس بيشتكي منه. الحالة دي لها مكونات أو هي مثل لحاجات كتيرة بتحصل، إن دائما السوشيال ميديا والكلام الكتير وتناقل الأخبار بدون علم وبدون تحقق دائما بيعمل مشاكل أكتر من المشكلة الأصلية. يعني خلينا نتكلم على الخوخ والبطيخ، دول فاكهتين من فواكه الصيف ليهم خصوصية بصرف النظر عن باقي الفواكه. أنا عندي في الصيف دلوقتي أكثر من 10 فواكه، مش الخوخ والبطيخ بس، عندي المشمش والبرقوق والعنب بكل أنواعه والموز والجوافة والكنتالوب والشمام، محدش بيشتكي إلا من البطيخ ومن الخوخ. ليه ده راجع لطبيعة وخصوصية الفاكهتين دول، وأنا أقول ليه. قبل ما اقول لي الاول عشان الناس تبقى واخده بالها، السبب اللي له علاقه بالشكوى، في شكاوي في شكاوي بالنسبه للبطيخ والخوخ، بس السبب ملوش علاقه لا بتلوث ولا بكيماويات ولا بمبيدات ولا باي شيء له علاقه ب بحاجه كيماويه. فهمت يعني حضرتك يا دكتور، ممكن يبقى ليه علاقه بطريقه اكلنا لهذه الفاكهه او تنظيفها قبل الاكل مثلا. ما انا هقول بس ليه بقول لي الكلام ده؟ لان فعليا تم جمع عينات عشوائيه من السوق المحلي للبطيخ وللخوخ، وتم تحليلهم تحليل متبقيات المبيدات او الملوثات العناصر الثقيله او غيره في معمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات، هو المعمل المسؤول عن تحليل متبقيات المبيدات لكل الصادرات المصريه اللي هي بتقترب من 6 مليون طن ل 150 دوله. كانت نتيجه التحليل ايه يا دكتور؟ كانت نتيجة التحليل ان المتبقيات المبيدات الموجوده بالحد الادنى المسموح به للتصدير، مش كمان للسوق المحلي. وفي بعض العينات من البطيخ وجد ان متبقيات المبيدات اللي فيها صفر. حلو. وطبعا طبيعي لان المبيدات الموجوده الفتره دي، بالمناسبه برضو المواطن البسيط او اللي بيسمعنا فاكر ان كلمه المبيدات هي المبيدات بتاعت زمان شديده السميه اللي تعمل مشاكل. المبيدات في خلال 48 ساعة 3 أيام 4 أيام بالكتير بتتكسر. هو طبعا بص دكتور، حضرتك بتقول ملاحظة مهمة جدا، هو الفكرة ما فيش حد ينفع يخاف من المبيدات، ما المبيدات اللي بتضمن أن يوصل لنا المنتج في الآخر سليم، وإلا ممكن آفات كتيرة بتصيب الزرع تدمره تماما. فحضرتك بتقول أنه معظمها في الحدود الآمنة، إذا المشكلة فين؟ المشكلة فين بقى؟ المشكلة نرجع تاني للبطيخ وللخوخ. البطيخ فاكهة، اولا هو البطيخ خضر ولا يصنف انه فاكهه، ولكن معتاد ان الناس بيقولوا عليه فاكهه. تمام. فهو يعتبر من اكثر الفواكه ذات الحجم الكبير، مفيش فاكهه حجمها كبير زي البطيخ. البطيخ عباره عن ماده لحميه سكريه
وكثمرة ومحاطة بقشرة صماء لونها داكن. يا دكتور دكتور احنا يعني نعم. انا اسفة عشان ضيق الوقت، حضرتك بتقول ان في سبب اخر غير ان المبيدات، ايه السبب؟ هو ان البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد بيتسابوا فيه عند التاجر او الفكهاني في درجة حرارة عالية، بيحصل تحول غذائي زي شبه فساد غذائي، والاكثار منهم يعني الاكثار من الفاكهتين دولت او حصل وكان في شبه فساد غذائي، هو ده اللي بيعمل الاسهال وبيعمل بالظبط. يعني يا دكتور البطيخه لما تتحط في درجه حراره عاليه جدا ممكن تفسد. انا اعرف منين انها فاسده بقى؟ ده طبيعي. انا اعرف منين؟ لما اروح اشتري بطيخه من عند فكهاني او تاجر والاقي حاطط البطيخه في الشمس ما جيش ما اخدش منها مباشره. النقطه الثانيه اتاكد انها طازه ازاي، بيبقى من شكل البطيخه ومن القمع بتاعها لونه اخضر فاتح اللي كان متصل بالام، لقيته غامق شويه اعرف ان بقى لها فتره عند الراجل، حتى لو كانت في الظل فما اخدهاش. الخوخ ابعد عن الخوخ الطري، الخوخ السوفت اللي هو بيبقى فيه نسبه الرطوبه عاليه جدا. وتحت اي حال من الاحوال الفكتين ما ينفعش اكل منهم كميات كبيره في وقت واحد. تمام. اكل كميات صغيره على فترات. حلو قوي، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. احنا بقالنا شويه وقت كده عايزين نعرف من دكتور محمد طب المشكله فين. هي المشكله فعلا قد تكون يعني انه بس الدنيا حاره جدا جدا جدا، فممكن يكون البطيخه فسدت من الشمس. وبالمناسبه معظم الناس اللي بتبيع بطيخ واقفه بيه في الشمس طول النهار، الله يكون في عونهم، بس يعني معلومه زي دي مهمه، هو ممكن هو بضاعته نفسها تفسد. يعني الخوخ كمان يا جماعه لازم يتغسل كويس، لازم يتغسل بخل. يعني لو حد جرب الطريقه دي انه يحط الفاكهه في خل هيلاقي انه بيطلع حاجات سودة كده، فمتهيألي كمان طريقه تعاملنا في تنظيف الحاجات دي. البطيخه اللي بنشقها عند الراجل دي بتبقى مليانه ميكروبات من بره، لازم تتغسل كويس قوي في البيت قبل ما نقطعها. في تفاصيل كده ممكن تكون سبب انها تساعد يعني في اننا نتجنب اي امراض. وعلى راي دكتور محمد ما ينفعش ناكل يعني نص بطيخه في القعده، حبه صغيرين. بذكر الحر وانه مسبب لمشاكل كتير، محدش ما فينا محتاج تفسير ولا توضيح اللي حاصل فينا دلوقتي، بس احنا محتاجين قبل ما نتكلم عن موجة حارة تصيب البلاد وقبل ما ندخل في خناقة الصيف والشتاء نعرف معلومة مهمة جدا، ان العالم كله في درجة ونص ارتفعوا في درجات الحرارة، وانه كل الكلام اللي حضرتك بتسمعه كل يوم عن المؤتمرات العالمية ورؤساء الدول اللي بيتقابلوا وكوب 27 وكل المجهودات الفظيعة اللي بتبذل دي عشان الدرجة ونص دي لازم تنزل. في تحدي حقيقي في العالم كله ان الدرجة ونص دول ممكن يغيروا شكل طبيعة الحياة على الأرض، فمجهودات متكاتفة جدا في ده. ذروة درجات الحراره وارتفاع درجات الحراره اللي احنا بقى حاسينه، مش العالم كله بقى حاسه، في مصر احنا مش متعودين على كده، لكن اننا نقرا انه درجات الحراره ممكن توصل ل 42 و43 بكره، دي حاجه تخوف لانه وده في الظل. عندنا تحدي حقيقي في الشجر وكميه الشجر اللي فقدناه في الفتره اللي فاتت، اذا احنا بنواجه درجات حراره قاسيه جدا في الشارع، نعمل ايه؟ ننزل ولا ما ننزلش؟ دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه ممكن يقول لنا بسرعه كده لاي يعني لحد قد ايه هتفضل موجات ارتفاع درجات الحراره ونعمل ايه يا دكتور؟ مساءك خير دكتور محمود. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي الهيئه العامه للارصاد الجويه نوهنا ان في موجه شديده الحراره بتتعرض لها خلال هذه الايام البلاد، مر 48 ساعه من هذه الموجه، يبقى ذروتها غدا السبت باذن الله، واللي بتتسبب فيها وجود منخفض جوي موجود في الصحراء الغربيه بيجلب لنا رياح جنوبيه غربيه بترتفع معها درجه الحراره بشكل كبير، تصل بالفعل درجه الحراره العظمى في الظل على القاهره بكره الى 43 درجه مئويه، وبتتجاوز ال 44 و45 درجة على جنوب مصر وعلى سواحلنا الشمالية من 35 إلى 37 درجة مئوية. طبعا هذه الموجة شديدة الحرارة من المتوقع بإذن الله كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ تتلاشى هذه الموجة وتبدأ تتغير الكتلة الهوائية من مساء غدا، وتبدأ إن شاء الله تكون هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد إن شاء الله.
يا رب. يعني احنا بنتكلم عن بكره بقى، هو ذروه درجات الحراره، واللي ما عندوش حاجه مهمه جدا ما ينزلش، مش كده؟ احنا طبعا مش عايزين نقول كده، احنا بنقول بنمارس انشطتنا اليوميه عادي. ده موجه من موجات فصل الربيع اللي كنا بنشوفها السنوات اللي فاتت، كنا بنشوف درجات الحراره ملحوظه مرتفعه بشكل ملحوظ في فصل الربيع، لكن الحمد لله ربيع هذا العام ما كانش فيه موجات شديده الحراره زي الموجه دي. خلاص الحمد لله بدأ الفصل الربيع ينتهي، وإن شاء الله فصل الصيف يبدأ معنا 21/6. بكرة إن شاء الله اللي بينزل في الأنشطة اليومية العادية ياخد باله بس وهو نازل يكون معاه غطاء واقي للرأس يحميه من أشعة الشمس، يحاول ما يتعرضش لأشعة الشمس فترات طويلة، ياخد معاه إزازة مية أو يبقى دايما حاطط في دماغه إن هو يشرب مية كل شوية عشان يحمي جلده طبعا ويحمي جسمه من الجفاف. انما تعامل عادي وممارسه حياه يوميه عاديه بس بمجرد احتياطات امن ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. ولو انه درجات الحراره مش بس بتعلمنا شويه عادات صحيه زي اننا نتعود نلبس كاب مثلا، او نتعود نشرب ميه وناخد ميه في ايدينا والتفاصيل اليوميه اللي هي دي من الاساسيات يعني في الاماكن الحر، لكن كمان بتعلمنا يمكن نحاول نطول بالنا. الناس كلها خلقها ضيق والناس كلها مش مستحمله، فنبقى بالراحه بس شويه على بعض، ودي حاجه يمكن بنتعلمها كتير قوي في الايام الحر. بذكر بقى بالراحه على بعض، احنا قاعدين نقطع في بعض بقالنا كام يوم لاننا بنتكلم عن مواهب، وتحديدا في ملف الرياضه مواهب بنخسرها، مواهب رياضيه بنخسرها، يا اما مواهب ما اكتشفناهاش. لكن في قصه يعني من امبارح اعتقد تستحق كتير من التامل والكلام. حارس المرمى المصري مروان صلاح اللي بينضم رسميا لبايرن ميونخ وبيبقى من افضل ثلاث حراس مرمى في تحت سن 18 سنه، تم اختيار بقى مروان من بين 2500 موهبه. الجميل بقى ان مروان كان من ناشئي النادي الاهلي سنه 2004، مشي من النادي الاهلي بسبب كثره الحراس، خد بالك كده، يعني هم مشوه لانه زياده مش عايزينه يعني. حاول التواصل مع اتحاد الكره عشان يعني يلاقي بديل، لكن لم يتم الاستجابه ليه. ولما سمع عن اختبارات نادي بايرن ميونخ بعت مجموعه من الفيديوهات، النادي تجاوب معاه، راح الاختبارات، اختبارات في وسط 2500 واحد. النهارده مروان صلاح من ضمن افضل ثلاث حراس مرمى في العالم تحت 18 سنه، وانضم بشكل رسمي لنادي بايرن ميونخ. بصوا، هو الوقت مش هيسعفنا ان من الثلاث سطور دول نتكلم مع بعض كده في 10 دروس مستفاد. الحقيقه ان هي ملهاش حل غير كده، انت مش هتعرف ما تفلسفش القصه القصيره الحزينه دي. هي حزينه لينا وسعيده طبعا جدا جدا لمروان صلاح اللي بنبارك له ونفرح بيه ونفتخر بيه ونقول يا رب عندنا 10 زي محمد صلاح اللي كلنا بنحبه ونفتخر بيه. عندنا مروان صلاح دلوقتي، ربنا يوفقه ويوصل هو كمان الى ما يريد وما يستحق. وهنا بقى ال 10 15 موضوع اللي ينفع نقول انه في ثلاث سطور في خبر يعني قوامه ثلاث سطور تقدر تقول ان عندك 10 رؤوس مواضيع لازم تنتبه ليها. اولها انه منظومه الاختيارات، انه فكره محدوديه الاختيارات طول الوقت، وازاي بنختار الناس واحنا عارفين ازاي بنختار الناس وتحديدا في المجال الكروي. الحاجة التالتة فكرة أنه تعالوا نتعلم من العالم ده إزاي بيلتقط المواهب، وفكرة العدالة وتكافؤ الفرص، أنه أبعت مقاطع فيديو لنادي في بلد تانية فيرد عليا ويبعت لي اختبارات. تعرفين أنت لو بعت إيميل، مش هقولك مسؤول كبير يعني، لموظف مهم في شركة انه يرد على الايميل، دي في حد ذاتها انجاز عندنا في مصر، احنا ما عندناش اصلا ثقافه انك ترد على حد في الايميل. ففكره قد ايه بنفقد كتير من الناس المحترمه العظيمه المهمه صاحبه الافكار والانجاز بسبب انه ما عندناش اصلا اليه للتواصل مع الناس والمواهب، فناهيك عن اننا نكتشفها. ادي الفرصه للي يستحقه، معروف، لكن لا، ممكن تكون عندنا فيها مشاكل كتير. مروان صلاح كمان ينفع يقول لك انه يا عم الحياه مش بتقف، يعني لو انت اترفضت من اهم نادي في مصر، لكن الابواب دايما مفتوحه في مكان اخر، فحول سكتك وروح دور في مكان تاني.
الحكاية مش طول الوقت حزينة جدا انك تفضل تعيب على المؤسسات اللي فقدت الكفاءات. الكفاءات مش هتقف كتير، يعني هتخبط عندك على بابك شوية وبعدين هتشوف باب تاني غيرك، يعني الحياة ستستمر بيك او من غيرك. في الآخر هنفتخر بكل ناجح وكل شاطر وكل حد بينجح في مجاله، وفي الآخر هنبص بكتير من عدم التقدير أو عدم الاحترام لأي حد كان سبب في إنه يبقى عقبة في وش موهبة. مروان صلاح مبروك عليه، وعشرين ألف درس إن شاء الله نتعلمهم بنجاحه اللي هو يعني نجح في الوصول إليه بنفسه. بالمناسبة فكرة وصول الكفاءات إلى المواقع المستحقة أعتقد أنها عنوان رئيس هيكون موجود في الحوار الوطني، لأنه كمان بيبقى عندنا السؤال طول الوقت، إذا حد مثلا موجود في مكانه وبيعمل شغل وحش أكيد أكيد الناس عندها سؤال، هو موجود هنا ليه؟ آلية اختيار الناس في أماكن. خلونا نسأل الأسئلة دي بعد الفاصل، لأنه حلقتنا أو فقرتنا الرئيسية النهاردة هنتكلم عن الحوار الوطني وتفاصيل الحوار الوطني والشخصيات المشاركة في الحوار الوطني. خليكم معنا. مساءكم خير، والحديث عن حوار وطني هو بكل المقاييس فرصة، هو فرصة تانية، فرصة للتخلي عن الرأي لصالح الحق، فرصة للتخلي عن الفكرة يمكن لصالح الخطة، وفرصة أكيدة للتخلي عن المقاعد المتقابلة اللي قعدنا فيها وقت طويل لصالح الصف الواحد. وعشان كده احنا من بداية الحلقة بنقول انه الحوار الوطني هو مكسب بكل الأحوال. كل الأحزاب السياسية منذ طرح سيادة الرئيس وإعلانه عن إجراء حوار وطني وتكليفه للأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار، إلا أنه كمان رحبت الأحزاب بشكل كبير جدا باختيار الأستاذ ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي أمينا عاما للحوار، وده اللي يقول لنا أنه خلاص اقتربت يعني آليات الحوار للظهور، وبداية من شهر يوليو هيبقى فيه شكل واضح وإدارة واضحة للحوار. احنا النهاردة متشرفين وسعداء جدا أنه معانا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام لتحالف الأحزاب السياسية المصرية. منورنا أستاذ ناجي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. والمهندس رئيس حزب الغد، أهلا بحضرتك ومشرفنا. خليه بقى مصطفى موسى. موسى انا عفوا. اهلا بحضرتك. واحد برضه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هبدا مع حضرتك. بالتاكيد كل الاحزاب اصلا اجندتها دلوقتي جاهزه للحوار الوطني، لكن عايز ارجع خطوه لورا في استقبال فكره الحوار الوطني وجدواها. ما هو الاحزاب السياسيه طول السنه بتلعب سياسه، بتشتغل سياسه، فايه اللي هيفرق اذا جلسنا على مائده حوار وطني؟ ومين الشخصيات الجديده اللي حضرتك تحب تشوفها موجوده على طاوله الحوار؟ طبعا الحوار الوطني ده حاجه يعني مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا والاحزاب كلها والمصر، فدي يعني فرصه كبيره ان احنا فعلا نبتدي نتحرك بالتكاتف مع بعض ونبعد عن التنزه عن الشخصنه والكلام ده كله. احنا عايزين يبقى في علاقه عمل حقيقيه ونوصل بيها النتائج توصلنا لانتاج حقيقي لهذا الوطن يعني. فدي نقطه طبعا كانت اسعدت كل الاحزاب اعتقد، ان احنا النهارده في حوار وطني، في شخصيات مهمه هتنسق الحوار. وده بالنسبه لنا يعني فعلا شايفينه كان مطلب ضروري. يعني بقى لنا فتره قاعدين زي ما حضرتك قلتي، الاحزاب قاعده بتشتغل بقى لمده، بس كل حزب يعني مقفول على نفسه بيشتغل لنفسه وبيفكر في تفكير قد حدود الموجوده قدامه. لكن النهارده الوضع بيختلف، احنا بنخش على العالميه النهارده، بنتكلم في حوار وطني العالم كله هيشوفه وهيتابعه، بنتكلم على اداء يبقى له فعلا تميز، واذا كان الاحزاب الموجوده هيبقى عندها فكر فعلا متطور وتقدر تدي اداء لهذا الحوار اضافه، يبقى ده المطلوب فعلا. غير كده اهوت احنا مش عايزين يبقى حوار وطني مجرد بنكتب وبندي اوراق وبنتكلم ومفيش حلول لهذا الكلام. بالظبط. وانا هروح لاستاذ ناجي على طول واساله، يعني طول الوقت الاحزاب المعارضه
متهمه من الجانب الاخر، يعني الجانب اللي شايف انه الدوله مش هتستحمل تلام ويسيبوا الناس تشتغل ويسيبوا القياده السياسيه تشتغل، في تيار كبير كده يقول ايه مش وقت معارضه. هل جاء وقت المعارضه دلوقتي؟ هل حضرتك شايف انه دلوقتي الوقت مناسب لانه نسمع الاصوات المختلفه اللي ما كانش في فرصه انها تتسمع في فتره يمكن كانت مشتعله ومشتبكه باحداث كتير، ولا حضرتك ممكن تقولي لا كل وقت يعني انا مش عارفه حضرتك شايف ازاي؟ احنا لازم نعترف ان احنا كنا مخطئين عندما قلنا فيش وقت نسمع للمعارضه. لان اي نظام سياسي فيه احزاب الموالاه واحزاب المعارضه، ولا يستقيم اي نظام برلماني في العالم الا بوجود المعارضه السياسيه البناءه اللي بتستهدف يعني يكون كل معا مصطف في قضايا الوطن القوميه. لذلك الايام اللي فاتت المده اللي فاتت كان ينقص مصر هذا الافساح للاصوات الاخرى اللي هي بتحمل وجهات نظر اخرى تحمل الخير لمصر. وكان ايضا يعني ولكن الحمد لله انها جت، يعني انها تاتي متاخره افضل من اللي تاتي خالص. الحوار احنا بنعمل عليه يعني امال كبيره جدا في انه انه يمكن هذا الوطن اللي احنا كلنا بنعتز به من انه هو يعبر كل مشاكله وكل تحدياته، وهي تحديات عاتيه سواء كانت تحديات داخليه او اقليميه او دوليه. حضرتك كمنسق عام لمجموعه من التيارات السياسيه وتحالف احزاب سياسيه، اكيد في رؤيه اتجمعت واتبلورت وقدرنا نقول عندنا من 1 لـ5 مثلا اولويات، يعني لن نتنازل عن النقاش فيها والوصول لنتائج فيها. ايه ترتيب الاولويات عند حضرتك؟ يعني هو احنا في عندنا 4 محاور. المحور السياسي، المحور الاقتصادي، محور ثقافي وفني وتعليمي، ومحور اجتماعي. المحور السياسي احنا محتاجين نتعاطى مع مواد دستوريه المفترض يتم التعاضي معها في دور الانعقاد السنوي الاول للفصل التشريعي الاول، يعني في عام 2015. احنا حتى الان لم نخوض غمار تجربه المجالس الشعبيه المحليه. وهذا يعني ان السلطه التنفيذيه في مصر لم تستكمل مقاومتها الدستوريه. ان الدستور المصري بيقول لك ان السلطه التنفيذيه هتتكون من 3 افرع. الفرع الاول رئيس الجمهوريه، الفرع الثاني الحكومه، الفرع الثالث الاداره المحليه. الاداره المحليه تنقسم الى جزئين، محافظين ورؤساء مجالس ومراكز ومجالس شعبيه محليه. والمجالس الشعبيه المحليه دي المسؤوله عن مشاكل الناس الحياتيه. دي اللي هتحقق الرضا الشعبي كمان. يعني احنا اتاخرنا فيها ليه؟ لان كانت المجالس الشعبيه المحليه. والعكس بصراحه وده كلنا لامسينه، بيحقق غضب شعبي. طبعا. مهما قدمت الدوله تلاقي انه في غضب من مجلس محلي في مدينه ممكن يخليك تخسر. ما هو المجلس المحلي مش موجود دلوقتي، احنا بقالنا من 2010 2011 او اداء يعني اقصد تم حل تم حل المجالس الشعبيه المحليه، وبالتالي حلقه الوصل ما بين الجماهير كانت راضيه او غاضبه وبين المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والقرى مش موجوده. لذلك احنا بنقول ان السلطه التنفيذيه في مصر هتستكمل مقاومتها امتى؟ يوم يستكمل لهذا الفرع به من الاداره المحليه. فدي بالنسبه لحضرتك اولويه مهمه جدا. لان ده بقول لك يعني مصر في انجازات ضخمه معموله، ولكن عدم وجود رضا شعبي نتيجه ان المشاكل المواطن البسيطه الحياتيه ما فيش حد بيعبر عنها، والنائب مهما اوتى من قوه لا يستطيع ان يعبر عن الجماهير، لان مجالس الشعبيه المحليه موجوده على مستوى القريه، موجوده على مستوى المدينه والمركز، موجوده على مستوى المحافظه، ودولت نواب عن الشعب امام السلطه المحليه. لذلك احنا بنضع يعني مساله يعني اصدار قانون للاداره المحليه وفيها الجزء الخاص بالمجالس الشعبيه المحليه واجراء الانتخابات، دي اولويه اولى لانها هتهدي الناس وهتخلي الناس اكثر رضا عن الدوله المصريه وهي بتواجه تحدياتها وتحتاج رضا الناس. طبعا. وانا هحتاج نروح لفاصل سريع لكن نرجع نسال عن الاقتصاد، لانه في الظرف الاقتصادي العالمي مصر جزء منه والكل مشغول بلقمه عيشه حرفيا دلوقتي، مش بس التعبير المجازي. التحدي ده كبير قوي واحنا بنتكلم عن حوار سياسي ومجتمعي وحاجه قد تبدو لبعض الناس رفاهيه في الوضع الاقتصادي الحالي. هرجع اسال حضراتكم عن ده بعد فاصل قصير.
باشمهندس موسى، قبل الفاصل كنا بنسأل عن التحدي الاقتصادي الكبير، وهل حضرتك شايف هيبقى عائق على أننا نتكلم في باقي التحديات اللي هي مهمة كمان بنفس القدر، فكرة الحريات، ملف الحريات، وفكرة الحياة السياسية وسلامة استمرار واستقرار الحياة السياسية بكل أذرعها زي ما أستاذنا كان بيكلمنا، الاقتصاد ترتيبه رقم كام في أولويات الحوار الوطني؟ ما حضرتك الاقتصاد ده هو كل حاجة، واحنا عايزين نتكلم أساسا على الاستقرار قبل الاقتصاد. فإذا ما كانش فيه استقرار هيبقى موجود في المرحلة اللي جاية دي هتأثر علينا، ونبتدي ناخدها بآليات معينة موجودة. يعني النهاردة هل في ناس عندها رد فعل سلبي؟ هل في إمكانية إن احنا نحل هذه الأمور؟ هل في موضوعات ممكن نحلها فعلا؟ موجودة والآليات موجودة، ولكن لابد النهاردة تبقى المواضيع تاخد بطريقة مختلفة شوية. يعني حضرتك النهاردة أنا شايف الحاجة الأساسية اللي عندنا عشان تحل الاقتصاد كله هي الشباب. عندنا مشكلة شباب، احنا عايزين النهاردة ندي فرصة لهذا الشباب كله الموجود عندنا ملايين عشان نبتدي نظبط الإيقاع بتاعهم ويبقى لهم حياة مختلفة. واحنا طرحين إن شاء الله في الحوار آليات كتيرة لهذا للحلول دي. فالوضع النهاردة يختلف إن احنا نتكلم على جزئيات معينة في مواضيع مختلفة، والأساس كله مش ثابت. يعني لازم نثبت، بس هو الاستقرار متحقق. يعني احنا ما عندناش قلق من الاستقرار حاليا، لكن حسب بتشوفيه ازاي حضرتك. يعني الاستقرار طبعا موجود، في استقرار بوجود قياده سياسيه احنا كلنا معاها. طيب انا عندي سؤال اللي هو سؤال الناس بقى، يعني المتابع من بعيد للحوار الوطني هيقول ازاي هيتم يعني الاعلان عن، وانا عارفه ان كل الاحزاب حضراتكم اصدرتم بيانات تثمنوا اختيار الاستاذ ضياء رشوان، وهو مسؤوليته صعبه قوي. ايه الاليه يعني حضرتك اشرح لنا كده استاذ ناجي، يحصل ازاي حوار وطني في كل مكان في مصر على مدار فتره زمنيه محدده يجيب نتائج، ما تتمناه او ما تراه قبل التحقق؟ شوفي الخطوه اللي يعني اللي تم اعلانها من يومين باختيار الاستاذ ضياء رشوان منسق عام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الاداره الفنيه للحوار، ديت يعني اخرست ألسنة كثيره وقضت على اتهامات كانت بيتم توجيهها للحوار قبل ان يبدا. ده حقيقي. وقالت ان لا ده احنا ممكن نقعد نتفق، وان يجي لنا شخصيات وقادره ان ندير حوار على مستوى عالي. ضياء رشوان ليس غريبا على البيئه السياسيه المصريه، طب ده هو ابنها وكان فاعل فيها على مدى تاريخه كله، من ايام ما كان شغال في الاهرام وكان يترشح له اكثر من تجربه، وكتب صحفيين اكثر من مره، ثم رئيس هيئه الاستعلامات، هو متفاعل مع وله علاقه بكل السياسيين في مصر. حلو. وبالتالي وجوده منسق عام للحوار عمل نوع من الاريحيه لدى الجميع، وان الحوار ده سوف يدار بشكل حيادي ونزيه وسوف يستهدف مصلحه الوطن العليا. واختيار المستشار محمود فوزي بخبراته المتراكمه العميقه في التنظيم، راجل عضو نائب رئيس مجلس الدوله، كان امين عام مجلس الشيوخ ثم امين عام هيئه الاعلام، عنده هذه الخبرات التنظيميه اللي ممكن يجعلنا نخرج الحوار على اعلى مستوى وتكون مخرجاته قابله للتنفيذ. والمستشار محمود فوزي كمان عنده نقطة فهم طبيعة الإعلام وكيف يصل كمان برسائله حالياً للإعلام. طبعاً معاك، متفق معاك. فده معناه هم حطوه يعني إيه، يعني كانت بداية أكثر من رائعة لحوار وطني يستهدف أن يكون حوار وطني مفيد للدولة المصرية. مين من خارج بقى موائد السياسي او الاحزاب السياسيه اللي حضراتكم تحبوا نشوفهم في الحوار الوطني؟ مين مهندس موسى حضرتك تحب تشوف شخصيات زي مين من خارج الاحزاب السياسيه، لانه بالتاكيد هو حوار وطني مدعو اليه الجميع؟ وقطعا في يعني في نقابات مهمه جدا المفروض تحضر معانا، في بعض الاشخاص كافراد، يعني مش عايزين ننقي اسماء معينه عشان ما نبقاش احنا بنحط الاسم، فئات يعني مش لازم اسماء. فالفئات يعني النقابات طبعا مهمه جدا، نقابه المهندسين مهمه، نقابه العمال، يعني دي كلها نقابات لازم يبقى لها دور فعلا ايجابي جوه الحوار. ومشاكل النقابات متهيألي هي في حد ذاتها قضيه، يعني طبعا ما هم عندهم يعني عندهم جزء كبير من
من المتطلبات اللي هي لازم تتحل. فانا اعتقد ديت يعني جزئيه مهمه. اما الاساس طبعا انا مش عايز اقول ان الاحزاب هي اللي بتدير الدفه، لا دي مصر كلها مشتركه. فلكن عايزين يعني في الاخر عشان يعني انا شايف يعني احنا ممكن نسال بعض اسئله كده، لكن ايه اللي هنوصل له بالفكر اللي يخلي مصر تتغير وتنتقل لمرحله قادمه وتحقق الاسلوب اللي هو اتحط من القياده السياسيه عشان نعدي الازمات. زي ما سيادتك قلتي الاستقرار موجود، ما انا عارف الاستقرار موجود، لكن انا مش مقتنع الاستقرار ممكن يعني يتساب بالطريقه اللي احنا فيها دي. لان ممكن احنا مستهدفين ان احنا لا نطمئن جدا ونقول لا ما فيش مخاطر، لا في حلول، وفي حلول فعلا موجوده وهنطرحها على الترابيزه في الحوار الوطني، عشان لو اتخذت هذه الحلول او جزء منها هتساعدنا كتير جدا في هذا الحل. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، نورتنا. الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسق العام لتحالف الاحزاب السياسيه المصريه. بس انا بس بين قوسين يعني فضل. يعني محتاج اشوف الحوار كل ما لم تلوي ساده بدماء المصريين. اشكرك. كل الفرقاء اللي ممكن لهم وجهات نظر في كيفيه بناء هذه الامه يتقدموا في الحوار ويقولوا رؤاهم بحيث في النهايه تكون في روشته لبناء مصر الجديده. يا رب. انا بشكركم شكرا جزيلا، احنا سعداء ان حضراتكم موجودين معانا النهارده زي ما حضرتك قلت في تلفزيون الدوله في مكان المصريين اللي كمان احنا نتمنى انه الاعلام يكون ليه دور فاعل في هذا الحوار، واحده من المنصات اللي تفضل مفتوحه طول الوقت لكل الاراء ولكل الرؤى. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.